اروح اخبز انا على فرن ابو حسيب علشان الكهرباء بقطع 12 ساعه وبيجي 6 ساعات. احنا لو بدنا لما نيجي الكهرباء بنعجن ونقطع والرق ملحقش نعجن ونقطع والرق, ف باخذ الخبز راح بخبز عند ابو حسيب لانه الجو بكون اول حاجه شوبه والعجين بخرب. الحين هو وقت زمننا هذا الحال اللي احنا فيه, الوضع مؤنس تعبان. الناس راح يقطع 8 ساعات و4 ساعات و6 ساعات على سبت ايش؟ تنطر تيجي المرة تخبز هنا. ليش؟ الكهرباء بيطلع عجين مسلوق سلق هنا اللي لا تعب بس عظيم على راحته 100%. الظروف الصعبة اللي بنمر فيها فبنلاقي هذا الفرن اقتصادي وأسرع وأسهل. مواتير صعب يعني التعامل فيها, كهرباء بتنقطع كثير, غاز بنقطع كثير, فبنلاقي هنا الفرصة لأنه بالخشب أو بالحطب اللي بلموه صح أنه بيتعبوا في مشقة لكن بنلاقي أفود وصحي ومتوفر. إحنا من زمان زمان عن جد جدودنا كنا متمسكين وأبوه كان شغال عنده عمال, كانت الناس مبسوطة بخير وكويسة وتخبز. أجيب طبيخة وتجيب نخيطة تلقطها لما يجي لها الدور. وإذا كانت الناس حابة الخبز وحابة كل شيء أحسن من الآلي وأحسن من الكهرب وأحسن من الغاز.